القوات المسلحة المصرية أعلنت أنها بتجري أنشطة تدريبية في مسرح عمليات البحر المتوسط، وأن هذه الأنشطة ضمت قطع بحرية من الميسترال وأحد الغواصات الجديدة اللي أطلقت، وصاروخ مداه 130 كيلومتر في المدى البحري. وطبعا ده في إطار خطتها السنوية للتدريب وحماية المصالح الاقتصادية المصرية. نشوف مع حضراتكم الفيديو ونرجع نكمل أخبارنا. في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة، نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة. نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز مسترال ومجموعتها القتالية، عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. وقد تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز هاربون، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كيلومترا. وقد أكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ عمق سطح من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة. وقد ظهر ذلك من خلال قدرتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة. تأتي تلك التدريبات تنفيذا لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. حضر مرحلة الأنشطة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. نعرف تفاصيل أكثر عن هذه التدريبات البحرية العديدة والأخيرة من العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. مساء الخير يا فندم. أهلا بك. عايز أعرف من حضرتك وتشرح للمشاهدين طبيعة الأنشطة التدريبية اللي تمت النهاردة. القوات البحرية على مدى العام عديد من التدريبات، سواء كانت التدريبات للأساطيل، سواء كان الأسطول الشمالي اللي هو في البحر الأبيض، الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، أو ما يتعلق بالتدريب مع الدول الشقيقة والصديقة والمتشاطئة وفي مقدمتها فرنسا وقبرص واليونان، بالإضافة طبعا للدول الكبرى زي روسيا الاتحادية. يعني السبت الماضي انتهت التدريبات المشتركة المصرية الروسية البحرية جسر الصداقة 2019 واللي بدت في 2014، بالإضافة طبعا للتدريبات ما يتعلق بالدول العربية الشقيقة أو ما يتعلق بالتدريب العابر، سواء كان مع دول مثل الصين، الهند، كوريا الجنوبية، إسبانيا، بالإضافة للتدريبات المخططة. التدريب اليوم هو تدريب مخطط لتشكيلات وحدات القوات البحرية، اشترك فيه المسترال الحامل الطائرات الهليكوبتر مجهزة بهليكوبتر أثناء التدريب. طبعا احنا عارفين مسترال جمال عبد الناصر اللي هي الفرنسية اللي هي كانت أحد أكبر صفقات والدولة الأولى في المنطقة التي تقتني حاملة طائرات هليكوبتر، بالإضافة للغواصات الألماني تايب 209، بالإضافة طبعا للمجموعة المصاحبة، القوى البحرية المصاحبة للحاملة الطائرات سواء كان من المجموعة. طيب الصاروخ هاربون يا فندم اللي تم ذكره النهاردة في بيان القوات المسلحة، نحب نعرف معلومات أكتر عنه. الصاروخ هاربون اللي هو تم إطلاقه اللي هو عمق سطح بصاروخ أمريكي العبوة الانفجارية الرأس الحربية 200 كيلو، ودي كبيرة يعني ربما يعني تسقط أهداف بحرية كبيرة بما فيها البوارج والمدمرات. الوزن الإجمالي للصاروخ 600 كيلو بمدى أكثر من 130 كيلو، ال 130 كيلو في العاديات البحرية هو مدى كبير يمثل مدى ما خلف المنظور، يعني أنت بتتعامل مع هدف لا يرى بالعين المجردة أو بالتلسكوبات، ده بيمثل عمق كافي
لتأمين المياه الاقتصادية المصرية بدءا من السواحل وحتى آخر مدى المياه الاقتصادية المصرية. طبعا الصاروخ الهربون صاروخ أمريكي بتحصل عليه مصر، وكان يعني موضوع الحصول على هربون ده كان يعني بمسار جدل كبير من دول إقليمية، لأنه يعني سلاح يمثل سلاح ردع بحري، يضاف طبعا لإمكانيات القوات البحرية اللي تحدثت الحقيقة تحديث جعلها في الترتيب السادس في العالم. طبعا احنا لو شفنا الدول اللي يعني تأتي مصر بعد الدول الكبرى والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في قوة بحرية، وهذا ليس بجديد. يعني بعد التسليح البحرية حضرتك والدعم الكبير للجيش المصري في الفترة الأخيرة، شايف انه القوات البحرية المصرية وصلت للترتيب الايه او وضعها ايه في البحرية في البحر المتوسط؟ الترتيب السادس على العالم وليس على السادس، رقم 6 على العالم كله، على العالم كله بما فيه روسيا، بما فيه فرنسا، بما فيه امريكا، بما فيه بريطانيا، بما فيه استراليا وكل البحريات في العالم. بشكر حضرتك. كافة الدول في جنوب المتوسطي، نعم، الشقيقة طبعا، والشرق المتوسطي بالكامل بما فيه اسرائيل، بما فيه تركيا، متفوقة تماما. يعني أنا الحقيقة ده خبر بيفرح المصريين وبيطمن قلوبهم يعني، وبيخليهم فخورين بالقوات المسلحة المصرية وبالترتيب اللي وصلت ليه، الترتيب السادس على مستوى العالم وليس البحر المتوسط فقط. بشكر حضرتك، بشكر حضرتك على هذه المعلومات. العميد دكتور سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. أخذ